حياكم الله ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في جولة صحافية جديدة مع صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتب في الصحف المحلية والعربية والدولية. نبدأ مشاهدينا الكرام من مقال الكاتب حاتم الفلاحي في موقع رسام، فقد قال إن الاستعراض العسكري للميليشيات المسلحة التابعة للإطار التنسيقي جاء في ظروف صعبة ومعقدة يمر بها العراق والمنطقة، تتمثل على المستوى الداخلي بانقسام سياسي شديد تمخض عنه إخفاق القوى السياسية في تشكيل حكومة بعد 10 أشهر من انتهاء الانتخابات البرلمانية، وأن هذا الاستعراض يأتي في ظروف إقليمية تتمثل بإخفاق إيران في التوصل إلى اتفاق نووي جديد مع واشنطن يصحبه حراك إقليمي وتقارب سعودي تركي واتفاقات عربية متعددة. جميع هذه التطورات والأحداث جعلت إيران وقادة الحشد الشعبي التابع لها ينتظر ويتحسب لهذه الخطوات أو التطورات الخطيرة وما يمكن أن ينتج عنها من مخرجات وقرارات مهمة تخص العراق والمنطقة. ويضيف الكاتب حاتم الفلاحي: لذا فاستعراض الحشد الشعبي هو استعراض عسكري، ولكنه في الحقيقة جاء في هذا التوقيت ليحمل رسائل سياسية وعسكرية داخليا وخارجيا، وهو جزء من الرد على تلك الخطوات التصعيدية والتطورات الإقليمية والدولية. لقد حمل الاستعراض رسائل واضحة للداخل والخارج العراقي عن قدرة الحشد العسكري والتطور الكبير في إمكانياته وتنوع آلياته وألويته وقدرته على مواجهة أي تهديد، كما أنه يحمل رسالة تهديد واضحة لدول الجوار التي ترى في تشكيله وإمكانياته وقدراته العسكرية تهديداً للأمن القومي العربي لما يمتلكه من أسلحة متطورة وطائرات مسيرة وصواريخ قادرة على الوصول إلى الكثير من بلدان المنطقة. وهناك اتهامات لميليشيا الحشد بضرب شركة أرامكو السعودية بطائرات مسيرة وصواريخ إيرانية الصنع، لذا فهو رسالة تهديد واضحة للدول العربية التي تحاول جر العراق إلى محيطه العربي على حساب إيران، كما أنه رسالة واضحة للدول التي تحاول إقامة علاقات اقتصادية مع العراق وأنه لن يسمح بمثل هذا التقارب على حساب المصالح الإيرانية وخاصة المملكة العربية السعودية وقضية الربط الكهربائي وتوفير الغاز الطبيعي لمحطات الكهرباء واستغلال واستثمار الصحراء الغربية وزيادة التبادل التجاري بين البلدين، يضاف إلى ذلك التوافقات العراقية الأردنية المصرية فيما يخص تصدير النفط واستيراد الكهرباء. لذا فهذا الاستعراض يحمل رسائل داخلية وخارجية تؤكد على استمرارية الحشد في نهجه الطائفي الموجه ضد دول المنطقة وخاصة المملكة العربية السعودية التي تقود المحور العربي في المنطقة لمواجهة إيران، كما أنه يحمل رسالة إلى المحور الأمريكي الإسرائيلي تقول بأن الحشد والعراق هو جزء من المحور الإيراني ولن نسمح بتقليص النفوذ الإيراني وأننا نحن القوى الحقيقية المتحكمة بمجريات الأمور في العراق سياسيا واقتصاديا وعسكريا. إلى مقال الكاتب جاسم الشمري في موقع عربي 21، جاء فيه: لا أحد يمكنه أن يعرف ما الذي يجري في العراق هذه الأيام، والتطورات الميدانية السياسية والشعبية المتسارعة تجعل الجميع في حيرة من أمرهم، والملاحظ أن جماعة الإطار يناورون في مواقفهم، فهم يؤيدون الانتخابات المبكرة ومن باب آخر يصرون على ترشيح السوداني. إن التجارب المريرة الماضية أثبتت أن غالبية خلافات سياسة العراق هي صراعات شخصية وحزبية لا حظ فيها ولا نصيب لمصلحة العراق وإن ألبست الثياب الوطنية والدينية والمذهبية. إن القوى العراقية الحاكمة على يقين بأنها تسير بطريق مليء بمنزلقات خطيرة، ولهذا فهي جميعها لن تسمح لأي طرف أن يحاول تطبيق القانون حتى لو كان هذا الطرف من رفاقهم،
ولهذا لاحظنا كم الاتهامات الخطيرة التي وجهت للصدر من قبل الإطار بسبب دعواته الضاغطة على بعض الأطراف لتطبيق القانون ومحاربة الفساد. هذا يؤكد أن المتصارعين لن يستسلموا ولن يلقوا سلاحهم بسهولة، لأنهم يعلمون جيدا علم اليقين أن النهايات الدموية والقانونية هي مصيرهم المرتقب بسبب فشلهم في بناء الدولة والظلم القانوني والسياسي والإداري والاجتماعي والإنساني الذي وقع منهم على عموم العراقيين. الحقيقة الناصعة في العراق أن ادعاءات تلبية طموحات العراقيين غير ظاهرة في الأفق، والقول بأن الذهاب لانتخابات برلمانية مبكرة من الحلول الناجعة قول سقيم لا يحمل في طياته أي تغيير أو تطبيق للقانون، وسنبقى أمام شخصيات حرة وطليقة رغم أنها متهمة بالقتل والنهب والتخريب وبالأدلة القطعية الثابتة الدامغة. فأين التغيير والإصلاح المزعوم؟ لقد وصلنا مع الأسف لمرحلة لا ندري فيها أنبكي على مصيرنا المجهول أم نضحك على واقعنا المتناقض. كشف الباحث جاكوب ليسويس في تحليل نشر في موقع مؤسسة جامستاون للأبحاث عما عده انعطافاً أو انقلاباً بموقف الأردن تجاه إيران ومعضلة مخدرات الكابتاغون المهربة من سوريا. إذ أكد الكاتب أن نظام بشار الأسد يشترك مع إيران في تهريب المخدرات على نطاق واسع في سوريا، وتتركز مواقع إنتاج الكابتاغون في المراكز الحضرية السورية الرئيسة مثل دمشق واللاذقية وحلب، كذلك في درعا بالقرب من الحدود الأردنية ووادي البقاع في لبنان. ويمتلك رجال الأعمال المرتبطون بنظام بشار وحزب الله اللبناني المدعوم من إيران مواقع إنتاج خاصة بهم وينسقون طرائق التهريب. في غضون ذلك تقوم الميليشيات السورية المدعومة من إيران والفرقة الرابعة في جيش نظام الأسد بتوفير الأمن لمواقع إنتاج الكابتاغون وطرائق التهريب. تعتبر تجارة الكابتاغون مصدرا رئيسيا للدخل بالنسبة للنظام السوري الذي يخضع لعقوبات دولية. وفي عام 2021 وحده حقق نظام الأسد أرباحا لا تقل عن 5,700,000,000 دولار من هذه التجارة. ويعتبر الأردن بلد عبور رئيس لطرق الكابتاغون من سوريا إلى الخليج العربي وما وراءه. ويشير الباحث إلى أنه في حين أن تجارة الكابتاغون في سوريا كانت موجودة قبل الحرب، فقد ازداد التهريب عبر الحدود برعاية النظام إلى الأردن منذ عام 2018. ومع تحول الحرب الأهلية لصالح بشار الأسد، دعمت الأردن الجماعات في جنوب سوريا وتمسكت باتفاق 2017 الذي يشمل ضمانات روسية من شأنها تقويض أي وجود إيراني في جنوب سوريا بعد استعادة النظام السوري لمحافظتي درعا والسويداء في الجنوب الغربي. واستعاد نظام الأسد السيطرة شبه الكاملة على هذه المحافظات بعد هجومين عسكريين في 2018 و2021 على التوالي، ما سمح للفرقة الرابعة في الجيش السوري بتوسيع وجودها على طول الحدود الجنوبية الغربية مع الأردن. وتزايدت عمليات تهريب الكابتاغون بشكل مضطرد منذ ذلك الحين، ومنذ مايو آيار 2022 فقط صادرت السلطات الأردنية 20 مليون قرص كابتاغون مقابل 14 مليون قرص في عام 2021 بالكامل. وبحسب مسؤولين أردنيين فإن عمليات تهريب الكابتاغون إلى الأردن تحدث يومياً. بالرغم من الضمانات الروسية ازداد النشاط الإيراني في جنوب غرب سوريا بشكل ملحوظ، وقامت الميليشيات المدعومة من إيران بتوسيع نطاق سيطرتها العسكرية لتشمل ما يصل إلى 150 موقعاً عسكرياً في جنوب سوريا خلال العامين الماضيين. تحت عنوان قيس سعيد الممارسة الشخصية للسلطة، ذكر المحلل السياسي أمين السنوسي في مقال بمجلة جون أفريك الفرنسية أن الانجراف الاستبدادي للرئيس التونسي مستمر، وأن الدستور الجديد الموافق عليه في استفتاء 25 من تموز الماضي لن يصحح الوضع في تونس،
بل على العكس تماما. وأضاف كاتب المقال أنه في عام 2021 سمح قيس سعيد لنفسه بتعليق عمل البرلماني من خلال التذرع بالشرعية الشعبية المكتسبة في أثناء الانتخابات الرئاسية لعام 2019. لكن إذا اتبعنا هذا المنطق فيمكن التشكيك في شرعية الاستفتاء، لأنه اجتذب 30% فقط من الناخبين. هناك عدة نقاط في القانون الأساسي تثير قلق المجتمع المدني والمعارضة: إنهاء الطابع المدني للدولة، وإلغاء حق الإضراب للقضاة، والتزام الدولة بتحقيق أهداف الإسلام. لا يوجد توازن أو فصل بين السلطات، لكن الروح العامة للنص مقلقة أكثر، كون الرئيس يمنح نفسه سلطات واسعة للغاية دون توفير أدنى سلطة مضادة أو آلية تحكم. كما أن ضعف نص الدستور يعد هو الآخر مصدر قلق للخبراء، فبالنسبة للعديد من رجال القانون يترك الدستور حرية تفسيرية كبيرة لرئيس الجمهورية، ويضفي النص الطابع المؤسسي على الممارسة الشخصية للسلطة لقيس سعيد منذ تعليق البرلمان العام الماضي. تونس تحاول منذ عام 2011 الابتعاد عن النظام الرئاسي، وقد دفعت الذكرى المؤلمة لديكتاتورية بن علي القادة السياسيين إلى التحول إلى البرلمانية واللامركزية، وهما رمزان للانتقال الديمقراطي، كلاهما مهدد الآن من قبل دستور قيس سعيد الجديد. على الرغم من التجاوزات والإغراء الاستبدادي للرئيس سعيد، فإن أنصاره ليسوا قلقين، فيما لا يشعر معارضوه بالإحباط ويواصلون الأمل في استعادة الديمقراطية. في غضون ذلك تغرق تونس في شياطينها القديمة من خلال الاستجابة للنداء الاستبدادي لرئيسها. نشرت مجلة ذا نيو ستاتس مان البريطانية تقريرا ذكرت فيها أن التلفزيون الرسمي الصيني قدم عرضا لطائرات مقاتلة وسفن حربية تدخل مضيق تايوان في الوقت الذي بدأ فيه الجيش سلسلة غير مسبوقة من التدريبات بالذخيرة الحية حول الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي. وقال اللواء الصيني مينغ شانغ كينغ من جامعة الدفاع الوطني في بيجين، قال إنه على الرغم من أنها تدريبات تشبه القتال الحقيقي، لكنها يمكن أن تتحول إلى قتال حقيقي في أي وقت. أضافت المجلة في تقريرها أن حجم هذه التدريبات ومكانها التي أجريت في شمال تايوان وفي جنوبها وشرقها يهدف بوضوح إلى الإشارة إلى أن الصين كانت تتدرب على حصار الجزيرة. تجددت المخاوف من محاولة بيجين للسيطرة على المنطقة، والتي تدعي الصين أنها تابعة لها بالقوة. استثمرت بكين بكثافة في تحديث جيش التحرير الشعبي والذي تهدف إلى استكماله بحلول سنة 2035، وقد نشأ هذا من خلال مشاهدة مشروع القوة العسكرية الأمريكية في الخارج خلال حرب الخليج الأولى في 1990-1991، ثم أزمة مضيق تايوان في 1995-1996، عندما اضطرت الصين إلى التراجع بعد أن أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية حاملتي طائرات إلى المنطقة، وقد سعى القادة المتعاقبون إلى التأكد من عدم إذلال الصين مرة أخرى بهذه الطريقة. فالآن تمتلك البلاد حاملات طائرات خاصة بها، غادرت اثنتان منها الميناء، بينما توجهت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى تايوان هذا الأسبوع. جاءت المعلومة الأولى في آذار مارس 2021 عندما حذر الأدميرال فيليب ديفيدسون رئيس القيادة الأمريكية للمحيطين الهندي والهادئ من أن الصين قد تحاول الغزو في غضون السنوات الست المقبلة بحلول سنة 2027، أن أي قرار بشأن هجوم على تايوان سيكون قرارا سياسيا ولن يتخذ إلا كملاذ أخير، حيث ستكون الحملة العسكرية وحدها مهمة محفوفة بالمخاطر بشكل غير عادي،
وسيقوم جيش التحرير الشعبي الصيني بشن هجوم برمائي على أكثر من 100 ميل من الماء ضد خصم يكاد يكون من المؤكد أن يدعمه الجيش الأمريكي. وحتى لو افترض أن ذلك سيكون ناجحاً، فسيواجهون بعد ذلك التحدي المتمثل في احتلال تايوان التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 23 مليون نسمة، والتي هي عبارة عن منطقة جبلية مناسبة تماماً للتمرد. ثم ستكون هناك عقوبات واسعة النطاق من شأنها أن توقف الصعود الاقتصادي للصين وتدمر لبنة أساسية من شرعية الحزب الشيوعي. هذا وعلقت صحيفة أوبزيرفر في افتتاحيتها على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، متحدية رب البيت الأبيض. هذه الزيارة وتحذيرات الرئيس جو بايدن من مخاطرها على العلاقات الأمريكية الصينية. وأضافت الصحيفة أن تجاهل بيلوسي نصيحة بايدن بعدم الذهاب إلى تايوان ربما قربت السياسة الأمريكية في تلك المنطقة خطوة إلى الحرب. رئيسة تايوان ساي إنغ وين، وإن شعرت بالسعادة لحصولها على الدعم من رئيسة مجلس النواب الأمريكي، إلا أن لديها أسبابا كثيرة للقلق من أثر الزيارة الرجعي في الهدف الذي يلتزم به البلدان من جهة تعزيز استقلال تايوان. ضيعت الصين فرصة دبلوماسية، فبدلا من انتقاد الزيارة ووصفها بأنها لا تخدم استقرار المنطقة، إلا أنها وفي ظل حكم شي جين بينغ غير الآمن، بالغت في الرد. فالبلطجة العسكرية غير المسبوقة ضد تايوان في الأيام الأخيرة ممقوتة وخطيرة، وأظهرت الصين كشخص أحمق. فمثل الطفل الكبير أطلق شي نوبة غضب عملاقة، وهو مطالب مثل بيلوسي بتقديم أجوبة عما سيحققه من هذه المناورات العسكرية الكبيرة. ورأى البنتاغون أن الزيارة جاءت في توقيت سيء، وأن موقف شي يبدو أضعف مما يظهر، فقد أساء إدارة الاقتصاد الذي يعاني من الديون وتوقف عن النمو وزيادة من معدلات البطالة، كما أن عملية الإغلاقات المتأرجحة بسبب كوفيد لم تكن جيدة للاقتصاد. ولو لم يستطع شي تأمين ولاية ثالثة في زعامة الحزب الشيوعي في مؤتمر الخريف، فسيكون حدثاً كبيراً، لكن الصين بحاجة لتصحيح مسار. وبعيداً عن زيارة بيلوسي، فقد جلبت الصين هذا على نفسها، فزعمها بالسيادة على تايوان لا يتطابق مع القانون الدولي. وتظهر الاستطلاعات أن كل سكان الجزيرة يعتبرون أنفسهم تايوانيين ويرفضون حكم الصين عليهم، لكن شي عمل في السنوات الماضية على عزل تايبي وزاد من الضغط العسكري، وفقد الثقة عندما جرد هونغ كونغ من الديمقراطية وزاد من عمليات التوسع في بحر جنوب الصين. سلطت مجموعة من الصور التقطت لطيور في جميع قارات العالم باستثناء القارة القطبية الجنوبية، سلطت الضوء على معاناة عالم الطيور من التلوث وتأثيره في حياتها بسبب مخلفات البشر من القمامة. وأرسل أشخاص هذه الصور إلى مشروع على الإنترنت أطلق عليه اسم طيور ومخلفات. ويقول علماء يديرون هذا المشروع إنهم يرصدون طيورا عالقة أو تعشعش وسط كل شيء من مخلفات الحبال وخيوط الصيد إلى شرطة البالونات وغيرها. وقد أظهرت ربع الصور تقريبا طيورا تعشعش أو تتشابك مع مخلفات أقنعة الوجه المستخدمة للوقاية من الأوبئة. هذه مجموعة مختارة من الرسوم الكاريكاتيرية.
بهذا مشاهدينا الكرام تنتهي جولتنا الصحفية في صدى الأقلام. نشكر حسن متابعتكم وإلى اللقاء.